الحقيقة من واقع خبرة طويلة جدا في الشغل مع الستات والبرامج اللي ليها علاقة بالمشاكل وكده، يعني هي قناعة واحدة مفيش غيرها: الزعل وحش، القهرة بتجيب المرض، القهرة ممكن تموت. أنا اشتغلت في برنامج بهية سنتين، وكنت بروح أكلم الستات وأروح لهم اللي هم يعني بيجي لهم سرطان المحاربات، والحقيقة مفيش مرة سألتها على ظروف إزاي جالها المرض وكده غير ولازم تحكي لي على زعلة كبيرة قبلها، نامت صحيت لقت كلكعة، أصل زعلت مش عارفة إيه كلكعة، اتضربت نمت مش عارفة إيه صحيت لقيت كلكعة. دي قصة. قصص تانية طول الوقت بسمعها طول الوقت، خلاص لدرجة إن الموضوع بقى يقين، ده الزعل بيعمل كده. جروب جديد كده لسه طلع لنا في المقدر على الفيسبوك اسمه تجربتي، وأكيد ناس كتير من حضراتكم بيتفرجوا عليه. يعني هو طبعا غم ونكد وكله قصص حكايات، بس الحقيقة في قصتين يعني وقفت عنهم قوي عندهم قوي واتخضيت. قصة البنوتة صغيرة باباها طلق مامتها وسابها يعني وراح اتجوز عليها وكده، والبنت من كتر زعلها وقهرتها البنت بتبقى حبيبة ابوها قوي قوي وبتغير عليها اكتر من الام. البنت دي وهي عندها 17 سنة جالها كانسر. طبعا ممكن ناس تقول لك لا ما هو بيجي لاي حد ومش لازم زعل. والبنت كل ما كانت تبقى كويسه وتتحسن وتسمع او تحاول تكلم ابوها او ابوها يتهرب منها او كده حالتها تتدهدر ويعني الموضوع يزيد والورم يزيد وكده. دي قصه. قصه تانية بنوته بتحكي انه جالها السكر وهي عندها 17 سنه، فباباها يعني بقى راح لها المستشفى 17 سنه وجالها السكر، وقعد يطبطب عليها وجنبها ويقول لها يا ريتني كنت انا يا ريتني كنت انا، وروح زعلان ويعني وبيعيط ومتاثر 3 ساعات وتوفى. دي قصص حقيقيه، قصص حقيقيه بنسمعها يوميا في حياتنا على طول. فدايما نطلع نقول دباجة بشكل من الدباجة، يا جماعة الدنيا مش مستاهلة، الدنيا مش مستاهلة الزعل ده كله، الناس ممكن، لا هي مش دباجة، دي حقيقة. كل حاجة في الدنيا طز إلا صحتك، كل حاجة في الدنيا، معلش أنا أسفة لمؤاخذة في داهية، ما نتقهرش قوي على حاجة زايلة بالزوج يعني مش مهم، كل ده زايل مش مهم. تقهريش ليه تتقهري؟ ايه القهره اللي تخليكي تموتي؟ او ايه القهره اللي تجيب لك ورم سرطاني؟ ليه؟ المناعه بتضرب بالزعل على طول، بتضرب اي حاجه صغيره بتقوم ماسكه مكلبشه في الخلايا. فليه ما تتقهروش؟ ما تتقهروش. انا واحده اهو بقول لكم كده، وانا اكتر واحده بتقهر بس طول الوقت، وكل ما بنكبر كل ما بنلاقي الدنيا مش مستاهلة كل ده. احنا النهاردة هنتكلم على النقطة دي، ليه ازاي نخرج من مرحلة الزعل والقهرة علشان صحتنا وعلشان ننجو بنفسنا من اي مرض وحش ممكن يمسك فينا لانه المناعة قلت عن طريق الزعل. مروة الصعيدي اهلا بيك يا مروة. اهلا بيك حبيبتي. انتي عندك قصص كتير عن موضوع الزعل والقهرة ده. بصي خليني اتكلم عن قصة حقيقية واقعية جدا وهي قصتي انا. تمام. لما والدتي توفت في 2014 كان بشكل او باخر كنت حاسة ان انا السبب. تمام. وكنت بتظاهر ان انا كويسة وقوية ومفيش حاجة، لان انا الكبيرة، اخواتي اصغر مني، فبقى في 3 شايفين ان انا ماما بدل اللي توفت. كانت النتيجة ان انا بعد 5 شهور جالي ورم. تمام. ودخلت المستشفى في حالة يرثى لها، وكل الدكاترة أجمعوا أنه سكرها عالي جدا، عندها التهاب حاد في الغشاء البروتوني، عندها ورم كبير جدا احنا مش عارفين هو في على المبيض اليمين ولا الشمال ولا الرحم. طب ايه الحل؟ حتى حالتها ما تسمحش ان احنا نعمل لها جراحة ونشوف. ده انتي؟ ده انا. ده كان في 14/8/2014 بعد وفاة والدتك. بعد وفاة والدتي ب5 شهور بالظبط. تمام. طول الفترة دي أنا من كتر الزعل والقهر وإن أنا مش عارفة أعبر ومتظاهرة إنه الدنيا تمام والحياة تستمر وأنا معاكم ومفيش حاجة حصلت، لأن كمان أصغر إخواتي، لأن والدنا كان متوفي هي كانت في سن صغيرة قوي، فهي كبرت متخيلة إن الناس عندها ماما بس، هي ما تعرفش يعني إيه بابا، فكانت متعلقة بماما جدا، فالتعلق ده بقى بيا أنا.
تمام؟ فما كانش ينفع انك تبين انك زعلانه او حزينه، كان لازم احترم مشاعري. فاللي كان حاصل طول الفتره انه من كتر الزعل والمشاكل اللي عندي انه انا دخلت المستشفى، تمام؟ الدكاتره قالوا قدامها 10 ايام مش عارفين نلاقي لها حل، وحسيت ان هي رساله من ربنا، انت بقالك فتره زعلانه ومش راضيه بالقضاء والقدر، وكنت داخليا بتقولي انا مش عايزه انتحر، الانتحار حرام، بس انا مش عايزه اكمل كده، مش عايزه اعيش، تمام؟ فحسيت انها رساله، خلاص انت بينك وبين الموت حاجه صغيره، والحزن عمل فيكي كده، ناويه تعملي ايه؟ اول حاجه دعاء بصيت للبنات انه هو انا بناتي لو جرالي حاجه هم يحسوا بنفس الاحساس وممكن يحصل لهم نفس المشكله، وعرفت ان الزعل بيقتل فعلا، بيموت فعلا. بعد كده بقى كان يعني الحمد لله زي ما تقولي كده ايه، توكلت على الله وقلت لا انا هنجح في الابتلاء وهنجح في السؤال اللي ربنا ساله لي، وعارفه اللي هو ايه لما تشدي نفسك كده بجد انه ما فيش حاجه تستاهل، والدنيا مش بتقف على حد وانه الزعل ما عملش حاجه غير ان انت بين الحياه والموت وما فيش حل.